شيخ ابراهيم، الازمه الانشقاق في حزب تقدم، القضيه ما تتعلق بس بباسم، يجوز اكو قضايا سابقه شخصيه، باسم يستهدف كثيرا هيئه رئاسه البرلمان، يستهدف الحلبوسي بكل لقاءاته، شو ليث الدليمي؟ ليش هذا الاستهداف؟ تدري جنابك الكريم، الاحداث اللي مر بها العراق افرزت شخصيات وافرزت قوى سياسيه، بعضها تهالكت واندثرت وماعت يعني راحت، وبعضها قوت بطريقه او باخرى. ما حدث في تقدم، فقط عن تقدم، لا عزم ولا العزم ولا السياده، تقدم او ما يتعلق بالسيد الحلبوسي حصرا. للاسف الشديد السيد الحلبوسي، انا رايي الشخصي كان، تدري يعني انا رايي مجروح بي اساسا، لان انا من المؤيدين كنت له بقوه وقاتلت وناضلت عليه، لكن للاسف شعرت بخيبه ظن بالفتره الاخيره، حسيت انه انا كنت على خطا من امري بصراحه بحقيقه الامر. لانه احنا لما الشعب العراقي كله تدور التغيير ودور نظام سياسي جديد، دور ديمقراطيه، دور حريه الراي، دور اراد حريه التعبير، ما حصلناها. مو بس انا يعني بالسيد الحلبوسي، مع جل احترامي وتقديره لاسمه وشخصه، انا يعني حتى على دكتور قصي اللي قاعد قبالي، انت يوم حكيت لك حكايه ما صارت لك دعوه، صحيح، مقدم برامج يشتغلوا دعاوي، محلل سياسي دعاوي، سياسي مستقيل دعاوي، وكانما صارت عندهم الشلة طمية العشره من المحرم لازم الكل تلطم، وكانما صارت عندهم موده شلون العريس لازم يهلهلوله، صارت موده عندهم. يعني اليوم ابو الصناعه يشتكي، ابو التجاره يشتكي، ابو المنافذ الحدوديه يشتكي، ابو البرلمان يشتكي، رئيس مجلس النواب ما يخلي احد يحكي، الوزير يقول روحوا اشتكوا قيموا دعاوي. طيب وين النظام البرلماني الديمقراطي؟ دستورنا مو يقول نظام برلماني ديمقراطي اتحادي غيره، وين؟ اذا انتم تخالفون نظام الدستور، والدستور هو اعلى من القوانين. جميل. ازمه ليث، أزمة ليث ما تعرض إلى الأخ أبو مصطفى، يعني للأسف الشديد أنا ما كنت أعرف يعني ممكن راح نوصل لهي المرحلة. كل اللي سواه أبو مصطفى أستاذ ليث الدليمي، أكو بعض يعني خلينا نقول الاختلافات البسيطة. هسا اليوم أنا ودكتور بشير، أنا ودكتور قصي مختلفين على بعض التوجهات، الآراء نبقى مختلفين، وهذا حلو النقاش حتى تنورني وأنورك، مثل ما حبيبي وحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام، والله قال أمرهم بينهم شورى، وهم كان ياخذ رأي الصحابة غيره غيره. احنا هنا وين صارت؟ اكو كتلة معينة او اكو حلقة معينة افترت دائما يدور السيد الحلبوسي، وده تاخذه الى بر الغير امان بصراحه، وهذا يعني انا يعني خلي يتحملني بهذا النقد مالتي، و20 مره صار انادي واحكي له، اكو حلقات واكو تصرفات مو صحيحه. سيد الليث داخل تقدم لو خارج تقدم؟ داخل تقدم، والسبب مو الحلبوسي، مو السيد الحلبوسي، السبب من يحيطون بارائهم الغير حقيقيه للسيد الحلبوسي. اللي جرى شنو؟ ليث الدليمي كان عنده بعض الاراء وبعض التصحيحات، بس منهم ما كانوا راضين، صادفت جيت الشيخ علي الحاتم العلي سليمان، اوريدي يعني اخي سعوفني انا اليوم ايش كم قضيه عليك؟ يعني يمكن ويا اليوم صار 10 20 قضيه. يعني سبب الخلاف نقول ليث الدليمي النائب، نقول عليك مجرم، من استقبل ابن عمه؟ لا مو هيك، من ابن عمه علي حاتم؟ مو هيك، مو بالبيت. لا مو احنا، ما اريد اقول لك، يعني اليوم اللي عليه دعوه ويجي يطلع براءه لازم العراق كلته يعوفه؟ هسه ما له علاقه بعلي حاتم، راح سلم موضوع، لانه موضوع مو يم علي حاتم، ليث الدليمي هو ما قعد ببيته. جاي دكتور، لا مو قعده، لانه راح سالته ابو مصطفى، قلت له بيا حساسيه، قال هو هذا يمثل اماره والشيوخ، اني السياسه شيء والعوائل شيء، راح سلم عليه الشيخ مال البومرع اللي هو تابع له، اللي هو السيد اركان خرف الطرموز، ايضا محارب وهي بها خلفيات، الشيخ عام مال البومرعي او البومعري محاربين، النوب ليث راح سلم، اكو خلاف تتذكر اركان الطرموز الشيخ البومرعي وكان نائب رئيس مجلس المحافظة الانبار مو هي بها عم جميل، يعني بس تظنها حتروح لسان احمد، يعني لانه راح سلم، فاعتبروه انه طلع من السياق حزب تقدم، قال له ما اقبل، قال لهم لا تقبلون، هو طلب قال لهم تي تعزلوني من الحزب عزلوه، والا يصدر بيان بفصله. واليوم نتفاجئ او قبل يومين نتفاجئ موقعين على استقالته اللي هاي قبل 3 سنوات. جميل جميل، هسه راح يوضح ان شاء الله ليث الدليمي قريبا.